فملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، الحقيقة أنه هذا الملف حظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر. ويأتي برنامج تكافل وكرامة أحد هذه البرامج، ووصل أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة ل3,600,000 أسرة بإجمالي عدد أفراد مستفيدين من البرنامج حوالي 14 مليون فرد، حيث يستهدف الوصول إلى إجمالي 16 مليون فرد ضمن البرنامج. أما عن الأولوية لمن يضمهم برنامج تكافل وكرامة فهي للأسر الأولى بالرعاية، وأن يكون لدى الأسرة أبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، بينما برنامج كرامة يجب على المسن أن يكون قد بلغ 65 عام وأكثر، بالنسبة للمعاق أن يكون بنسبة الإعاقة أكثر من 50%. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة. أستاذ ياسر أهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه انه تكافل وكرامه من اهم البرامج الحمايه والرعايه الاجتماعيه في الدوله المصريه، وربما من اولهم، والكثير من الانجازات وخطوات حقيقيه على الارض من قبل هذا البرنامج. كيف هو الوضع الان يا استاذ ياسر، والاعداد والارقام اللي بتستفيد من برنامج تكافل وكرامه؟ وصل الأعداد حاليا يا فندم ل 3,600,000 أسرة بإجمالي عدد أفراد 14 مليون ونص فرد تقريبا، ومستهدف خلال انتهاء السنة الحالية إن نوصل ل 4 مليون أسرة بإجمالي عدد أفراد 16 مليون فرد. بالنسبة للأفراد اللي هي بالنسبة لأسر التكافل بتستهدف الأسر، برنامج تكافل بيستهدف الأسر اللي هي لديها أبناء حديث الولادة حتى سن 6 سنوات، أو أبناء من 6 سنوات ل 18 سنة وملتحقين بمراحل التعليم. أستاذ ياسر، هل الأرقام بتزيد ولا بتقل؟ يعني هل في ناس بتخرج من البرامج؟ لأنه أنا عارفة أنه في برنامج فرصة، وده برنامج بيوفر زي شغل أو يعني مشاريع على مستوى صغير تحديدا للمستفيدين من برنامج تكافل، فهل الأعداد بتزيد ولا بتقل المستفيدين من البرنامجين تكافل وكرامة؟ وبالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 بتقريبا 68,000 أسرة، طبعا في ازدياد مستمر، وصل ل 2018 لحوالي 1,800,000 أسرة، وصل حاليا ل 3,600,000 أسرة، وخلال انتهاء السنة هيوصل ل 4 مليون أسرة بما يعادل 16 مليون فرد. طبعا الأعداد في ازدياد والبرنامج مستمر وبيستقبل الطلبات يوميا من خلال الوحدات الاجتماعية. عملية التطوير بتحصل ازاي استاذ ياسر؟ هل بتبقى عملية تطوير متعلقة بالداتا او باسماء والحرص على ضم اكبر عدد من الاسر والافراد اللي محتاجين او يستحقوا هذه او هذا البرنامج؟ طبعا البرنامج بدأ في الاول في محافظات الصعيد اللي هي اسيوط وسوهاج والمنيا وجنوب الجيزة، اللي هي الاسر الاولى وبالرعاية. بدأ فيما بعد في 2000 ونهاية 2016 وبداية 2017 ينتشر على مستوى الجمهورية. نعم. دلوقتي جميع مكاتب جميع الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية بتستقبل يوميا طلبات تكافل وكرامة جديدة ومستمرة. ووصل برضك من ضمن إنجازات البرنامج إن في عدد الأفراد اللي لهم تأمين صحي اللي داخل البرنامج وصلنا ل 3,665,000 933، ده فرد ليه تأمين صحي من داخل البرنامج. من ضمن إنجازات البرنامج برضه إن وصل الأسر اللي ليها بطاقات تموين 2,200,000 تقريبا أسرة لهم بطاقات التموين، وفي خلال الفترة القادمة إن شاء الله هتكون جميع أسر تكافل وكرامة لهم بطاقات تموين، بالإضافة إعفاء جميع أسر تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية، بالإضافة ل 2 مليون أسرة من قريبين من خط الاستهداف لوزارة التضامن تم إعفائهم السنة الحالية من مصروفات الدراسة. مين يا أستاذ ياسر اللي بيخرج؟ بس أعتقد من كرامة لأنه متعلق بكبار السن، ما فيش حد يعني صحح لي هذه المعلومة، ما بيخرجش من البرنامج، ولكن
تكافل، مين اللي بيخرج من اخذ هذه المعاشات؟ لم يتم استخراج اسر من تكافل، ان طبعا لسه في تمهيد في مرحله تحديث البيانات واعاده التسجيل والتقييم مره اخرى، فالى الان لم يتم اخراج اسر من اسر تكافل. واذا تم ذلك هل في الخطط انه يتم ذلك يا فندم، ولا ده مش موجود في تخطيط البرنامج؟ طبعا بالتوازي مع برنامج فرصه، طبعا من البرامج الكبيره كل اللي يتم استخراجه من، طبعا لسه المرحله ما يعني في التمهيد ليها، الجزء بسيط لو خرج بيخرج هيكون طبعا داخل برنامج فرصه على طول، توفير فرص عمل او تدريب على حرفه معينه، ده هيكون من خلال برنامج فرصه ان شاء الله. التحول الرقمي والشمول المالي، وانا عارفه انه كان في حرص من حضراتكم تحديدا فيما يتعلق بالوضع الان وكورونا وما شابه، انه يكون في تسهيل على من يتسلمون المعاشات، ايه اللي حصل في هذا الاطار يا فندم؟ من يتسلمون المعاشات، طبعا المعاش متاح من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهوريه، متاح بالنسبه لفتره كبيره، ان المعاش بيتم صرفه على مدار شهر كامل من بدايه الصرف من يوم 15 شهريا، بيتم إتاحة في فترة أطول من جميع مكاتب البريد، بالإضافة للقرار الجديد بتاع معالي الوزيرة إن في خلال 6 شهور هيكون تم تحويل بطاقات الصرف التكافل وكرامة لكارت ميزة. طبعا ده حاجة من ضمن إجراءات وحرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالي، هيكون من خلال الكارت ميزة للعميل الحق في السحب والإيداع وإجراء جميع المعاملات الإلكترونية الحكومية واللي هي في المولات الكبيرة زي كارفور والحاجات دي. لو تتفضل بالبقاء معي أستاذ ياسر، معنا هذا الخبر العاجل في إطار طبعا برامج وملف الحماية والرعاية الاجتماعية. جاء هذا النبأ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية، وقد استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر. وقد وجه الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق تحيا مصر لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية خاصة من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج وعي، مع إلى أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج. مشاهدينا، هذا كان يعني خبر جاءنا الآن متعلق باجتماع خاص بين الرئيس السيسي وأيضا وزيرة التضامن الاجتماعي في آخر ما توصلت له الوزارة فيما يتعلق بالبرامج الخاصة البرامج الاجتماعية وملف الرعاية الاجتماعية. أستاذ ياسر، خليني أسأل حضرتك عن آخر مشروعات حضراتكم أو تطوير لهذا الملف. ملف تكافل وكرامه. ملف تكافل وكرامه، لو حضرتك عندك معلومات عن وعي يا ريت تزيدنا فيها بيها. يعني هو طبعا برنامج وعي ده بيهتم بالبرامج بالقيم الثقافيه زي ما حضرتك قلتي مشكورا، وبدا برضك بالمحافظات اللي هي محافظات الصعيد والاسر الاولى وبالرعايه، ودي خريطه طبعا للانتشار على مستوى الجمهوريه في خلال الفتره القادمه من خلال النشر التوعيه والثقافة من خلال الرائدات الريفيات. طبعا في عدد كبير جدا في وزارة التضامن الاجتماعي. أما بالنسبة لآخر مستحدثات تكافل وكرامة، طبعا اللي هو تحويل كارت بطاقات الصرف لكارت. أستاذ ياسر، سؤالي الأخير، البرامج بتكبر في الوزارة بشكل كبير، هل بتبقوا محتاجين متطوعين بشكل دائم؟ طبعا بنحتاج للمتطوعين من ومعانا طبعا الجناح بتاعنا اللي هو اللي موجود في الوزاره، جناح الخدمه العامه، فطبعا ده بنشركه معانا في كل، وجناح الرائدات الريفيات موجودين برضك داخل الوزاره الخدمه العامه كمتطوعين، طبعا عدد كبير جدا داخل وزاره التضامن من مكلفات الخدمه العامه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانيه لبرنامج تكافل وكرامه.